يعني خلينا نحكي بداياتك الحقيقية كانت أكيد في مسلسل الفتوة، وبعدها شفناك بأدوار كتير مثل مسلسل اللعبة، وكمان هلأ أنت عم بتحضري كمان لفيلم أكيد معني اللي كريم. أما بالنسبة لحنان ده بأولاد عابد دلوقتي عم يتعرض، وبرضه في حكاية من وراه، يعني أكيد في كتير أسئلة عنا حابين نعرفها، وأكيد كتير المشاهدين حابين يعرفوا أكتر من هي جهاد، وبرضه عن الأدوار اللي عملتيها بكذا أكيد مسلسل وفيلم. يعني خلينا هيك بالبداية نرجع لبداياتك أكيد جهاد، أنت هل أجا موضوع التمثيل صدفة بالنسبة لك، ولا أنت كل حياتك كنت حابة أنك أنت تكوني ممثلة؟ بصي، هو ما كانش صدفة خالص. أنا بحب التمثيل من زمان جدا وأنا صغيرة، وأقعد أتفرج وكده ومتابعة، بس عمري ما تخيلت أنه ممكن بجد في يوم من الأيام أطلع في التلفزيون وممثل وكده. فالبداية كانت أكتشلي البداية الحقيقية كانت في مسرح الجامعة في كلية التربية. بدأت في المسرح، اشتغلت فترة في المسرح، and then بدأت أعمل شوية حاجات كده صغيرة كوميرشلز. تربية وحاجات فنية ولا تربية إعلام؟ تربية فنية؟ لا لا، تربية مدرسة، مدرسة دراسات بجد؟ اجتماعية. تخيل. واو. فبدأت في المسرح، وبعدين بدأت بقى، كان فعلا البداية الحقيقية أو أول دور حقيقي الفتوة نعمة سنة 2020. يعني سنة 2020 شكله حلو عليها. أنا بس حلو عليا. أنا الوحيدة الحمد لله. طب كنت عايز أسألك عن حنان دلوقتي اللي بتعرض، الدور ده شبهك ولا الدور ده يعني هي نكهدية شوية؟ عرفنا حنان اكشلي من اصعب الحاجات اللي انا عملتها فعليا. الدور مش سهل خالص، الدور عايز فعلا ممثله، اللي هو لدرجه ان دكتور اكرم فريد في دي يعني اول يوم قعدنا فيه عملنا ريهرسل، قلت له انت ازاي شايفني في الدور ده؟ يعني ازاي شايف ان انا ممكن اعمل الدور؟ الدور فعلا عايز صعب. ايوه. وتحولات ونقلات في الكاركتر، وهي فعلا نكديه، هي طول الوقت عياط بس. الله يبعد عنا النكديه. تقول السلام عليكم تقوم عياطه. طب كنت بتفتكري مين وانت بتعملي ده مثلا؟ في حد في حياتك نكدي كده استلهمتي منه حاجات؟ بص، انا ساعات بصراحه. انت اصلا انا ساعات. انت برج يعني ايه؟ انا برج الثور. اوكي. بس انتوا مش منكدين قوي؟ لا، انا فرفوشه بس لما بقفل خلاص بيبقى عياط بس. خلاص يعني كده. بنت برضو في الاخر. بنات يعني. فهي من اكتر الكاركترز اللي لمستني وحبيتها وتعاطفت معاها من اول ما قريت الورق بصراحه. ان هي بنت غلبانه وطموحه وعندها حلم، عايزه تعمل حاجه، عايزه تكسر اللي هي فيه والعيشه الصعبه، وباباها جنايني ومامتها خدامه، وهي حاسه انه ده مش مكانها هي، يعني الناس اللي تبعها المسلسل. هي تستحق عيشه افضل من كده، فده خلاها بقى تعمل حاجات غلط. الناس اللي شافت المسلسل عارفه انا بتكلم على ايه.